السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. نستهل الموجز بالتعاون العسكري الجزائري الإيطالي، حيث استقبل اليوم الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأميرال جوزيبي كافو دراغون، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام. توفيق عجلي. مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من قبل تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. حضر اللقاء كل من قيادة القوات والدرك الوطني ورؤساء دوائر ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا أعضاء الوفد العسكري الإيطالي. السيد الفريق أول، وبعد الترحيب بالوفد العسكري الإيطالي أكد أن العلاقات الجزائرية الإيطالية تقوم على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء المرتكز على التاريخ الإقليمي المشترك، وكذا التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط. بالفعل تأتي هذه الزيارة في سياق سلسلة الزيارات المتبادلة بين الجزائر وإيطاليا، والتي تعكس جودة العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات بما يتوافق والإرادة السياسية القوية لقيادتي البلدين من أجل ترقية شراكاتنا لتكون استراتيجية بامتياز. كما تقوم هذه العلاقات على الثقة المتبادلة التي تأسست بعد عقود من التعاون الإيجابي والبناء المرتكز على تاريخنا الإقليمي المشترك وقيمنا المتوسطية، وكذلك التطلع لتحقيق مصالح الشعبين وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط. فالتفاعل الجزائري الإيطالي ليس ولد اليوم، بل يفوق 1000 سنة، كما تشهد على ذلك الأحداث التاريخية والمواقف المشرفة للبلدين، على غرار دعم شخصيات إيطالية لثورتنا وانحياز الدولة الإيطالية ومؤسساتها إلى جانب الشعب الجزائري في مقوماته للإرهاب الهمجي والتطرف خلال التسعينات من القرن الماضي. السيد الفريق أول حرص كذلك على التأكيد أن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز نظرا لما تحقق من إنجازات، وذلك بفضل حرص قيادة البلدين على ترقيته باستمرار. إن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز نظرا لما تحقق من إنجازات، وذلك بفضل حرص قيادتي البلدين على ترقيته باستمرار. وما هذا إلا دليل واضح على أن شراكاتنا وثيقة وموثوقة، يتعين علينا تنويعها أكثر وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى بما يتوافق وأولويتنا المشتركة. في ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية ليوقع بعدها رئيس أركان الدفاع الإيطالي على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي. في إطار متابعة الوضعية العامة المتعلقة بمكافحة الحرائق التي مست عددا من ولايات الوطن، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، باشرت السلطات المحلية بالمناطق التي تم على مستواها التحكم في الحرائق عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين قصد المضي في إجراءات تعويضها. وأكدت اليوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها أن مصالح الحماية المدنية نجحت في إخماد
لإيجاد غالبية الحرائق بنسبة دون انقطاع طوال ليلة أمس، وتعزيز العمليات الميدانية بالمورد البشري والعتاد وتعاضد الإمكانيات بين الولايات. كما تحققت هذه النتائج الإيجابية بفضل فعالية التدخلات الجوية من خلال طائرات الإطفاء المقحمة التي حققت نتائج ملموسة، فيما تتواصل عمليات الإخماد حاليا على مستوى 13 بؤرة حريق موزعة على 7 ولايات، وتبقى المناطق التي تم إخماد الحرائق بها قيد المراقبة من طرف المصالح العملياتية المجندة. تجند تام وتأهب محكم إذن تشهده الولايات التي طالتها الحرائق بفضل تضافر جهود وحدات الحماية المدنية والدعم المقدم من طرف الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح لمحاصرة النيران وإخمادها. ولاية بجاية سجلت لوحدها 47 حريقا امتدت ألسنتها إلى مختلف المداشر والقرى، وتعد منطقة توجة الأكثر تضررا. وفي صور حصرية التلفزيون الجزائري حطت هذا الصباح بمطار عبان رمضان ببجاية طائرة من نوع BE-200 تابعة للقوات الجوية تحمل أزيد من 12 ألف لتر من المياه، مكونة من طاقم للقوات الجوية يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لإخماد الحرائق عبر طلعات جوية عديدة. ومتابعتنا الميدانية لعمليات إخماد الحرائق نوصلها من القلب بولاية سكيكدا، حيث تجري في هذه الأثناء عملية إخماد الحرائق بغابات ولاد عطية لليوم الثالث، وتم تجنيد وحدات الحماية المدنية لكافة الوسائل لمحاصرة هذه الحرائق والتحكم فيها. ومن القلب سكيكدا يطلعنا نور الدين بن عبسة على آخر مستجدات الوضع هناك. في هذا اليوم ما زالت عملية الإخماد متواصلة لليوم الثالث على التوالي بمنطقة العوينات بولاد عطية، ولتفادي انتشار الحريق إلى التجمعات السكانية بفعل هبوب رياح قوية جدا، استعمل رجال الحماية المدنية الخراطيم المائية، وتم الاستنجاد بالدعم الجوي باستخدام طائرتين تم استئجارهما من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فضلا عن تدخل الحوامات التابعة للجيش الوطني الشعبي. الحمد لله ليس هناك خسائر بشرية على مستوى ولاية سكيكدا التي سجلت أكثر من 20 حريقا تم إخماد معظمها في انتظار استكمال المهمة بنجاح. الحرائق مست في مجملها الغابات الكثيفة التي بها أشجار الصنوبر البحري، الزان، البلوط وغيرها. العودة إليكم. شكرا لك. والآن مشاهدينا نتحول بكم إلى ولاية بجاية، حيث تعمل فرق الإنقاذ على إخماد الحرائق. حطت هذا الصباح بمطار عبان رمضان ببجاية طائرة من نوع BE-200 تابعة للقوات الجوية تحمل أزيد من 12 ألف لتر من المياه، مكونة من طاقم للقوات الجوية يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات لإخماد الحرائق عبر طلعات جوية عديدة. وكما تشاهدون هي صور حصرية للتلفزيون الجزائري. إذن هو تجند تام وتأهب محكم تشهده الولاية بفضل تضافر جهود وحدات الحماية المدنية والدعم المقدم من طرف الجيش الوطني الشعبي
ومختلف المصالح لمحاصرة النيران وإخمادها. تأتيكم هذه الصور الحصرية من على متن حوامة الحماية المدنية التي تطوف على الأماكن التي نشبت بها النيران والتي تم إخمادها بنجاح. إذن وكما تشاهدون هي صور حصرية للتلفزيون الجزائري. نقلنا لكم مشاهدينا هذه الصور مباشرة من ولاية بجاية التي مستها الحرائق منذ أمس. نتمنى السلامة للمواطنين والمساكن المأهولة. اللهم بردا وسلاما على وطننا. وبولاية تيزي وزو جملة من التدخلات تمكن على إثرها أعوان الحماية المدنية رفقة مختلف المصالح من إخماد 15 بؤرة حريق كانت قد نشبت أول أمس، فيما لم يتم تسجيل نشوب أي حريق أمس. كما باشرت مصالح الولاية عملية إحصاء المتضررين لتعويضهم وتقديم يد العون عبر تنصيب لجنة ولائية لإحصاء الأضرار. وبفضل الإمكانات البشرية المعتبرة والوسائل والمعدات الضرورية تمت بولاية جيجل السيطرة على بؤر الحرائق وسط يقظة وتأهب تام لأي حريق محتمل، حيث تم تفعيل المخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات لمجابهة الوضع. ومن جيجل يطلعنا عبد الرحيم الشمعوني عن آخر مستجدات الوضع بالولاية. الحمد لله، تم القضاء على كل الحرائق كما قلت قبل قليل هنا على مستوى ولاية جيجل، والآن يتم التنقل إلى المتضررين للتكفل النفسي والصحي بهم وتقديم مختلف المساعدات اللازمة لهم. ولتفاصيل أكثر حول هذه العملية يحضر معي السيد كريم بن جديد مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية جيجل. مرحبا بك سيدي، تفضل. شكرا لكم، مرحبا بكم. الحمد لله أنه تم القضاء على كل الحرائق بفضل مجهودات الجميع، خاصة الحماية المدنية، الغابات، وعلى رأسهم السيد الولي. في الأمس كانت الأولوية لإطفاء الحرائق ثم إجلاء المواطنين اللي كانوا بمساواة بمحاذاة الحرائق، ثم الناس هذو كما رجعوا لديارهم. اليوم تطبيقا لتعليمات السيدة الوزيرة، توجيهات السيد الولي اللي كانت على الصباح في البريفينغ تاع الصباح، اللي كفلوا عندنا فرقتين. الفرقة الأولى في إطار لجان الدائرة للإحصاء الخسائر، الإحصاء الدقيق للخسائر بسرعة وليس بتسرع، ما ننساو حتى مواطن إن شاء الله. أما الخلايا الجوارية اللي كانوا اليوم معايا وشتوا طلعتوا عليهم، هو التكفل النفسي والصحي بالناس ما همش متضررين لكن كان الأزماتيك وكان اللي عنده الخلعة، و
المساعدات الأولية من طرف قطاع التضامن للناس اللي ما عندهمش اللي خسروا كلش. لو كان نلقاو حالة ما نستناوش الإعانات تجي من بلاصة أخرى، عندنا دائما أن بوتي كوطا دو سكور، إن شاء الله ما نخليو حتى واحد يبات للعرام، ما نخليو حتى واحد جيعان. هذه مهمتنا الأولية اليوم، إضافة أن الناس هذوما نهزوا انشغالات القطاعات الأخرى، زملائي ربما راهم في مشتات أخرين، نهز انشغالات مثلا اليوم ما عندهمش، اللي ما عندهمش الماء نكلم الزميلة تاع الهيدروليك، اللي ما عندوش تريسيتي نبلغ صديقي تاع صون الغاز، لأنه ليكزيكوتيف سي تون سول ايكيب، نتعاونوا كامل باش التكفل الأمثل بالمواطن، يصبر علينا المواطنين إن شاء الله ما نخليه حتى واحد. نقوله مرة أخرى ربي يخلف عليهم في الشيلياح، والحمد لله في ولايتنا ما عندنا حتى ضحية. وشكرا. شكرا لك سيدي على كل هذه التفاصيل، مزيد من التفاصيل سنوافيكم به في موعدنا الإخبارية اللاحقة. عودة إليكم زملائي. شكرا لك عبد الرحيم ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل، وبالتنسيق مع السلطات العمومية انطلقت اليوم قوافل الهلال الأحمر الجزائري من المراكز الوطنية للاستجابة السريعة للكوارث متجهة إلى الولايات المتضررة من الحرائق، وتضم المساعدات أغطية وأفرشة إضافة إلى طرود غذائية وغيرها من المواد الأساسية. إلى ملف التعاون، حيث يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد ابتداء من اليوم بتنزانيا في أشغال قمة رأس المال البشري في إفريقيا، حيث يتم خلال هذه القمة عرض تجربة الجزائر في مجال تثمين المورد البشري وتعزيز دوره في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على التنمية البشرية. القمة تناقش التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال تنمية رأس المال البشري وجعله رافدا رئيسا في التنمية الاقتصادية لمختلف بلدان القارة. في أعقاب استدعاء القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر على خلفية توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف في ستوكهولم، تلقى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره السويدي توبياس بيلستورم، وقد انصبت المحادثات بشكل خاص حول حوادث تدنيس المصحف الشريف بستوكهولم، حيث أعرب الوزير السويدي عن أسف بلاده البالغ ورفض القاطع لهذه الأفعال التي وصفها بالدنيئة. وفي السياق ذاته، وبينما ذكر بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلاده على ردع مثل هذه التصرفات، أطلع رئيس الدبلوماسية السويدية نظيره الجزائري على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة. من جانبه، ذكر عطاف بفحوى الرسالة التي تم إبلاغها للممثلية الدبلوماسية للسويد لدى بلادنا، والتي تحمل احتجاج الجزائر الرسمي وإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللا أخلاقية واللا حضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم. كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن هذه التصرفات النكراء تتنافى والقيم والتقاليد السويدية في التفتح ومد يد العون دون أدنى تمييز أو إقصاء. دوليا، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد صباح اليوم 3 شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في نابلس شمال الضفة الغربية. هذا ودانت الرئاسة الفلسطينية هذا العمل الإجرامي واستمرار عمليات القتل اليومية واقتحام المدن الفلسطينية وغيرها من الجرائم الصهيونية، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذا العدوان المتصاعد بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. في إسبانيا، أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فوز الحزب الشعبي الإسباني الذي يترأسه ألبرتو نوين فيخو بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية المبكرة، فيما أصيب الحزب الاشتراكي بزعامة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الحالي بنكسة عقب النتائج. وتعد هذه الانتخابات حسب العديد من المتتبعين استفتاء على أداء الائتلاف الحكومي اليساري بعد مرور أكثر من 3 سنوات على توليه زمام
الحكم. في الرياضة يعقد اليوم اجتماع استثنائي للمكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم وذلك بمقر الفاف بدال إبراهيم، وسيعرف الاجتماع دراسة استقالة رئيس الاتحاد جهيد زفيزف بالإضافة لتحضير عقد الجمعية العامة الاستثنائية. كرويا دائما، وفي عملية سحب قرعة الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم أعفي فريق شباب الوزداد من الدور التمهيدي الأول، فيما سيواجه في الدور التمهيدي الثاني الفريق الفائز من مواجهة نادي رانجرز السيراليوني والنادي الرياضي الليبيري. أما فريق شباب قسنطينة فسيواجه فريق النجم الساحلي التونسي أيام 18-29 أوت القادم، وفي منافسة كأس الكاف حامل اللقب اتحاد الجزائر أعفي من الدور التمهيدي الأول، فيما سيواجه حامل كأس الجمهورية فريق جمعية شلف نادي باندال النيجيري أيام 18-29 أوت القادم. نهاية الموجز، شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.